مرحب حبايبي، اليوم بدنا نعمل مع بعض حلو بالتفاح بطريقة كتير طيبة وسهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة بكل بيت. طريقتها كتير رائعة ولذيذة بهيدا الشكل الحلو والرائع اللي شايفينه. كتير كتير سهلة وبسيطة هيدا الحلو، بدي اعملها انا وياكم. هيدا الشكل مع الكراميل والتفاح والجوز. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، عنا تفاحتين. اول شي تفاحة بحطها على جنب وتفاحة بدي ابرشها. خلصنا برش التفاحة، بحط التفاح اللي برشته بقلب الطنجرة. منضيف كوبين حليب حطينا كوبين حليب، ملعقة صغيرة فانيلا، ملعقتين طعام نشا، ملعقتين طعام سكر. بحركن منيح ليدوب عنا النشا والسكر. بعد ما حركتن منيح بصفيهم بالمصفاي. بضغط عليهم بهالطريقة عشان ينزل الخليط منيح منهم. برجع بحطهم بالطنجرة. بحركهم تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد عنا الخليط وصار بهيدا الشكل، هلأ منطفي الغاز. بحط الخليط بأكواب. بعد ما حطيت الخليط بالأكواب بحطهم على جنب لنكفي طريقة الحلو. هيدي التفاحة بدنا نقطعها أنا وياكم. بدي اعملها مربعات صغيرة بهيدا الحجم. بنحط التفاحة بمقلاي. بحط فوق التفاحة نص كوب مي، ملعقة طعام سكر، ملعقة صغيرة قرفة. بحطن على الغاز ليستوي عنا التفاح. سلقنا التفاح حوالي 8 دقايق. بس استوى عند التفاح وصار بهيدا الشكل، هلأ بدنا نحطه على المهلبية اللي عملتها أنا وياكم. صار مكرمل مثل الكراميل على التفاح. بعد ما حطينا التفاح رح زين بالجوز، هيك شي بسيط بيعطي نكهة كتير طيبة. هلا بحطهم بالبراد. هيدي الحلو اللي عملتها انا وياكم بعد ما حطيتها بالبراد حوالي ساعة. بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.